فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نقل أحد طلاب العلم عن فضيلتكم بأنكم قد أفتيتم في درس البارحة بقتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى وإن تاب، وأنه لا توبة له. يقتله ولي الأمر، ما أنت اللي تقتله، يقتله ولي الأمر، السلطان هو الذي يقتله بحكم من المحكمة الشرعية. هي المسألة فوضى. نعم، أنا ما قلت هذا، أنا قلت كل واحد يقتله. نعم، تكذبون علي وأنا حاضر. سبحان الله. نعم.